انا بحبه كتير على طول هيك بقوله. بيسألوني شو بتحب تهدي لخولة او لا، بهديها هذا الموال. الاسلام لعيونها وغمزاتها وروحاتها وجياتها، صرت اعرف عالدرج عدد عساتها، ولون كحلتها وعدد شعراتها، وشو في قطب وزرار ببلوزاتها، وشو في سفر من عنقها لحلقاتها، لو لبسوها من لبس خياتها، ولو عطروها من عطر جاراتها، وغمض عيوني بشال من شالاتها، وخفي علي صوتها وهمساتها. أنا لو وقفوها بين 16 قمر بوقف بدلن عليها ذاتها. أغنية لبنانية هالمرة من بعد سلسلة من أغاني مغربية، حبيت أرجع للبنان وبأغنية من كلمات وألحان فارس كندر، أكيد من الغناء عن تعريف وتوزيع عمر صباغ. وهيدي الأغنية عملتها صورتها على طريقة فيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد، والحمد لله رب العالمين من الأغاني الرائعة اللي عندي، ولقيت نجاح خلال فترة بسيطة، وإن شاء الله الخير لقدام إن شاء الله. والله بصراحة الحب الأعمى أكثر أغنية حطيت عليها فلوس بصراحة، يعني كلمات وألحان فارس كندر اللي بالغناء على تعريف اللي هو عمل تنورة والنسوانجي وجمهورية قلبي وتوزيع عمر صباغ، هدول نمبر وان بلبنان، هدول لوحدهم أخذوا مبلغ كبير كتير. الكليب أحمد المجد كمان مبلغ وقدره، يعني فيك تقولي تخطينا 70 مليون. والله هو بزاف صراحة، نحكي معك بصراحة، بس أنا عم بشتغل، حبيت هالمرة اشتغل مع أسماء كبيرة كتير، وكل الاحترام للأسماء اللي اشتغلت معها، حبيت فوت طريق لبنان المزبوط بالأسماء المعروفة بشيم، وعطوني أغنية رائعة بصراحة. بس مضطرين احنا نقدم شغل حلو ونشتغل على حالنا، لأنه هذا هو شغلنا، فينا نقدم احنا شيء بسيط وما يكون بالمستوى، وفينا نقدم شيء يكلف ويكون بالمستوى. أهم شيء هو يحب رضا الناس وحب الناس، إذا حبوا هذا أهم شيء، بينسوني كل اللي دافعوا. هالمرة غيرت من بعد ثلاث كليبات بالمغرب، هالمرة رحت على لبنان وصورت وانبسطت بصراحة مع التعامل مع أحمد النجد. مثل ما بتشوفي الكواليتي والكاليتي اللي تاعت الكليب كتير حلوة، الشغل كتير بروفيشنال، والكليب هلا موجود على كل القنوات العربية تقريبا. المخرج أحمد النجد، أحمد عامل مع فنانين كبار كتير، شغله كتير حلو، شباب لك مثل ما بنقول نحن بالطريقة اللبنانية، يعني ما عندوش والله لا يعني حال الأحباب والأصحاب وكذا، بياخد رأيي بياخد رأيه، والحمد لله انبسطت بالتعامل معه. خولة لا طبعا هي ما بتقلكم إنه ما بتغير، هي بتغير، بس أكيد الغيرة عن غيرة بتفرق، بالعكس بتغير بس بطريقة إنه ليش عملت هيك كذا. بس الكليب هو عبارة عن مثل ما بتلاحظي بتبلش كليب بالتليفون، بيوصل لي مسجات البنت اللي أنا يعني بحكي معها، ما بدك تاخذني، ما بدك تسهرني، ما بدك تجيب لي كدوات، يعني اخذتني مثل الطمع. وأنا يعني كل مرة نفس الشيء، أنا وطالع بلتقى ببنت كتير حلوة تلفت لي نظري، عادي بدلي عادي، تاني مرة كمان شوفها، تالت مرة لا بقول هذه البنت بدي أحكي معها، بتكون هي بالتاكسي بنزل انا وتاكسي بحكي معها، بلا لا هالمره صارت ثلاث مرات لازم احكي معك. هذا مثل ما بيقولوا خلص نسيت كل شيء، من نسيت البنت هذيك، الحب الاعمى خلص، شفت هيدي البنت وما شفت ما شفت غيرها، وعم نعيش الحياه الحلوه وارتحت انا يوم وانبسطت. المغرب بما كان يجي بيولف صديني بشهور، بيولف انا صار سنين، صرت ابن البلد تقريبا اذا بدنا نحكي متتاليين 6 سنوات متتاليين، لانه 10 سنوات رحت وسافرت على دبي، 6 سنة ونص بلبنان، 6 سنين متتالية، خصوصا من بعد تعرف انت زواجي وابني وكذا، صارت عيلتي هون على طول بين لبنان والمغرب. انا عملت 3 اغاني مغربية، هي واحد شاي، هي خليط بين الخليجي والمغربي، بلاد الخير اللي انا وخول عملناها، وعملت كول اللي هي قبل الحب الاعمى، مغربي 100%.
هلا كل عمل له 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 شيء معين. واحد شيء كان خليط هيك مهضوم على الكليب بشفشاون، خليط بين الخليجي العراقي والطريقة المغربية. البلاد الخير لقى نجاح كبير صراحة، ومع العلم انه انا ما اشتغلت عليه اعلاميا كبير. يعني هلا اذا بتشوفي انا مثلا حب الاعمى ولا كول ولا لهون وبس، اشتغلت اعلام يعني تلفزيونات اعلام كذا، لا بلاد الخير صدقيني ما اشتغلت عليه ابدا. يعني عملت انا وخولة صورنا كليب نزلناها عملت 10 مليون مشاهد بدون اي شغل. وفي شغلات بنشتغل عليها ما بتجيب هالنسبة المشاهدة، يمكن لانه هي مغربية وانا وخولة كوبل متزوجين وكذا، حبوا الناس الفكرة. وكانت من كلمات وألحان توفيق المغربي. عملت هي كول هي شبابية، هي عايش حياتي كول وديما البروتوكول، الفقر والشجاعة ومدوز الساعة، ستار وعندي ليفان وكل ليلة سهران، واللي تشوفني تحسب أنا شي ولد فلان، ديما زاز ولوز واللي من أحداها ندوز تقول ناري توم كروز جانا من ميريكان. شوفي هيدي الأغنية أنا عم مثل ما بقولي كل شاب تشبهه، كل شاب فقير بتشبهه. يعني أكترية الشباب هلا تلاقيهم مرتبين وكذا وهيك، يمكن هن يكون ما على قدهم، بس هيدي هي الحياة، والفقر والشجاعة ومدوز الساعة. يعني كل يوم بيومه، وهيدي بعتقد كل مثل ما بيقولوا قصت شوي للناس اللي الناس المغاربة وحبوها كتير الحمد لله. والله الحمد لله هالسنة كانت فيها كتير حفلات، فيها أعراس، كانت نسبة الأعراس عالية جدا. مثل ما تعرفي كمان أنا عندي شركة وسام أمير إيفنت، الحمد لله نسبة الأعراس كانت عالية جدا. مهرجانات كانت منيحة، مش واو ومش قليلة، منيحة لا بأس بها. حفلات الحمد لله فيه، نحن عم نطمح أنه نحن نعمل شيء أكبر وأكبر إن شاء الله لقدام إن شاء الله يا رب. نحن بنتمنى، نحن أن الشرف موازين من المهرجانات مثل ما تقولي المعروفة جدا، ونحن أن الشرف نكون. يعني أنا بدي أقول إن شاء الله أكون دايما على حسن ظنهم. أنا عم حاول صدقوني عم بتكلف كتير وعم بتعب كتير لحتى أكون بس على حسن ظنهم، وأي شيء يكون كان سلبي ولا إيجابي بحب أنا على طول برد على السوشيال ميديا، برد على كل الفانز الموجودين عندي، وأنا بتشكرهم كتير لأنه هن من غيرهم أنا ولا شيء. وأنا أكيد بدي أتشكرك لألك، لأنك أنت أصلا من أول ما جيت المغرب أنت اسم الله عليك أنت أخت عزيزة وإعلامية المميزين جدا بالمغرب، وشكر للأكيب أكيد أكيب العمل اللي معك.